عشان ننشئ 3 موديل مش محتاجين اي شيء غير كيرف واحد واوفست. فهنشوف الموضوع هيمشي ازاي. هنبدا من الكيرف من الريكتانجل سنتر وكورنر، السنتر صفر، الكورنر بهذا الشكل وار وده كده ال الراوند كورنر. هذا الاوبجكت اوفست سايت اوفست خلينا ديستانس نقوله لكم ديستانس دي 5 او دي 3. مبدئيا كده هنروح للسايد فيو او البرسبكتيف فيو اكسترود كيرف سيرفيس اكسترود كيرف ستريت الديستانس. اولا بص سايد نو الديستانس ولكن من غير ابعاد احنا هنوصل لحد هنا وليكن. ايضا هنا اكسترود كيرف الديستانس هكذا. الاثنين كيرف هذول او هنا اولا هنختار سيرفيس بلانر كيرف بأصبح عندنا في 3 سيرفس. هنختار ايضا هذا السيرفس سيرفس بلانر كيرف هذا هو الكيرف. بالترتيب هنختار جميع هذه السيرفس 4 سيرفس ثم جوين. يبقى أصبح عندنا وان بولي سيرفيس. هنختار من السوليد فيلت إيدج الريدياس أولا طبعا هيكون وليكن 3 طبعا سوليد كيرف شين النكست ريديوس في عندنا هنا نقطة اولا سوليد فيلت ايدج النكست ريديوس 1 خلينا النكست ريديوس 0.7 select edges كنا ممكن نختار الشين يبقى احنا كده عملنا يبقى احنا كده عملنا 3D model ايا كان معقد او بسيط ولكن من كيرف واحد قدرنا نعمل 3D model عن طريق فقط ال extrude curve. دي كانت احد الطرق لانشاء 3D موديل في الراينو ودي استراتيجية ممكن تتبعها في المشاريع القادمة.